كشفت عن اول تمثال في حياتي بعد ما خرجت في الاثار. التمثال ده هو اللي غير حياتي. ابتديت وانا عندي 6 سنين. المعلومات اللي لها علاقه بالفراعنه، عملت 32 حفره تحت ابو الهول. كنت بوصي البلدي واحب تاني دي واعمل بحبك. لو لقيت الختم بتاع البوليس بتاع الجبانه معناها المقبره دي كامله. هما ازاي زمان كانوا بيحنطوا الموتى بتاعهم؟ الناس الدلالين اللي ما بيحسوا باماكن الاثار دي حاجه حقيقيه؟ كان تعداد السكان في الدوله القديمه زمان ايام الهرم 3 مليون نسمة. مين كان محمد صلاح بالنسبة للفراعنة؟ الكورة زمان كان بيلعبها الستات مش الرجالة. في الفراعنة؟ اه والله. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. لو مدام منى ما جاتش معانا مش هتبقى. ده انا أول واحدة في الطابور. أول واحدة.